واشنطن بوست بأنه السيناريو الثالث اللي موجود، إذا الأمور مشت بهذا الشكل وإذا زاد التصعيد، أنا أعتقد يمكن يكون الانتخابات القادمة بالقطب العراق أحد السيناريوهات المتاحة، انتخابات يكون تحت إشراف دولي وليس رقابة دولية، يعني يكون هناك قرار من مجلس الأمن وتدخل سافر وتدخل جديد بالشأن العراقي، وهذا التدخل يكون أقوى من قرار الغزو اللي صار ب 2003. هذا السيناريو أيضا موجود حقيقة. بهذا السيناريو إذا طبق لا سامح الله، نحن العراقيين يمكن راح يكون للونج تيرم مستفادين منها، ولكن الطبقة السياسية الحالية وكثير من الأطراف السياسية ستخسر المشهد، وندخل مرحلة انتقالية أخرى وندخل فوضى جديد. كيف عبرنا من مرحلة النظام السابق إلى مرحلة اللانظام الحالي في البلد؟ أيضا العراق ستخسر كثير من أموالها وبنيتها التحتية، سيكون هناك صراعات، يعني هناك أطراف لا تقبل الاستغناء عن السلاح والسلطة والمال والفساد بسهولة.